شيف عبد الله شغل شغل حلو، متبل بالطريقه اللبنانيه، لحمه مطبوخه كتير منيح. اللحمه زي دي هي احسنك تشتغل بالعظم عليها. هذا المكان الوحيد اللي تيجي تستخدم فيه العظم، والعظم حيكون حلو لانه رايق للدبابات والزرع والجبل. ما بدي اكل فيليه بهذا الجو. البطاطا سلقها كان لازم شويه برايي. طبق تبع الشيف طوقة خالطة كتير أشياء مع بعضها، مش عم بعرف ميز شو من شو. اللحم مطبوخ 100% لذيذ، بس كل ده على بعض. استنى عم الحاج شيف بوي بيتكلم. Thank you. ضيعت وقت على حاجات مش ضروري. إذا بشيل البرنت كورن إيمالشن اللي عملها، الأناناس مع اللحمة بكفي مع البتنجان المشوي كتير طعمته طيبة. لما بروح للخضار المشوي، لما بروح للأناناس، هنا بحس بالسعادة. هذا هو توب شيف في أجواء زي كده. Very good. لحمة مطبوخ كويس وكل المكونات على الطبق لايق. درة البطاطا الفليفلة اللحمة يلي بتدوب. بزقف له لشيف محمد عطيه على الطبق. في شغل كتير بس النكهات لازم يبقى متوازن شوية. لحمة مع العسل مش متوازن. حاسس باكل لحمة مع السكر. في نكهات جاية من لبنان. شيف نيكولا ودتك على لبنان؟ أنا حبيت كل شيء من السلطة للسوسات، حتى اللحمة ميديوم تويل. أنا مرة عجبني عملت شغل، بس حسيت الصلصة حارة. أنا كتير حبيت السلطة والطعمات اللي فيها، بس شوي اللحمة أوفر كوك. بس is this a rack of lamb turned into a كفتة؟ مش ده حرام شوية مارون ولا إيه؟ لا غالي، حرام. حرام. ما فيها تتبيلة كفتة، ما فيها طعمة كفتة، حتى الملمس تبعها بتعلق. مش يعني إذا فرمت لحمة وعملتها مع بعضها صارت كفتة، لا، كفتة شيء تاني. اللحمة مطبوخة كتير منيح، طرية، فيها طعمة الشوي ومنها ناشفه أبدا. حتى الأسباراجس فيها دخان بجنب، يعني ده لوحده is a star. الرز أوكي بس اللحمة لا. هنا لما نسوي مشاوي نحط رز، بس أنا حسيت مو هذا نوع المشاوي اللي أنا أبغى أكله في ده المكان.